يا اهلا بيكم. هنتكلم في الفيديو النهارده عن ال HTML ايميل لينك. ده في الحقيقه اللي هيخلينا نقدر نبعت ايميل عندنا من الويب بيج. فلو جبنا هنا المثال اللي كنا بنتكلم عليه المره اللي فاتت بالنسبه للتكست لينك، فممكن هنا نعمل سيف از. ده فيديو هيبقى رقم 13 وهنسمي ده HTML ايميل لينك، وبعدين ممكن نعمل ديليت للجزء ده، خلي عندنا بس الهيدر. وبعدين هنا عشان نقدر نبعت ايميل فمحتاجين ان احنا نعرف انكر جديد بهذا الشكل، وممكن نكتب هنا مثلا ايميل hy4academy ويب سايت مثلا. ده الكلمة اللي هتظهر عندنا على الويب بيج. محتاجين برضو اللي احنا نعرف هنا ال h reference بتاعنا، وده هيكون في اكشن جوه اسمها mail to، دي اللي احنا هنستخدمها عشان نبعت ايميل. وهنا هنكتب الايميل الحقيقي اللي هنستخدمه عشان نبعت لما نيجي نبعت الايميل. ده الادرس بتاع الايميل hy4academy.com. فلو عملنا سيف للفايل وبعدين جينا هنا جبنا الاكسبلورر وبعدين هنا عملنا دبل كليك على 13، ظهر عندنا الكلمه اللي هي بتاعت ايميل hy4academy. ممكن لو عملنا كليك هنا دلوقتي، فلو عندنا اوتلوك مثلا موجود هتلاقيه على طول ظهر عندنا اللي هو الادرس حطه، اللي هو ايميل اللي هو نفس اللي احنا حطيناها عندنا هنا في السورس فايل، اللي هو الايميل اللي كان موجود هنا ايميل at hy4academy.com. ممكن نزود عليه بارامتر معينة. عشان نزود بارامتر لازم نستخدم question mark. بالنسبة لأول بارامتر لازم نستخدم question mark. ممكن مثلا نقول هنا subject اللي هو مثلا ممكن نقول اللي هو هنسميه feedback مثلا. وبعدين عملنا سيف، وبعدين جينا هنا عملنا كلوز للايميل، وبعدين هنا هنعمل ريفرش للويب بيج مره تانية، وبعدين نكليك فنلاقي فعلا هنا السبجكت بقى موجود فيدباك. ممكن كمان نزود انذر بارامتر ليكن مثلا عايزين نقول مثلا عايزين هنا جوه البادي نكتب كلمة هاي hy4academy مثلا في الجزء ده. فهنا لازم نستخدم في الحالة دي another parameter، بس الفيصل ما بين البارامتر لازم يكون علامة الاند برسنت بهذا الشكل. فاول بارامتر لازم يكون بعد الكويشن مارك، وبعدين لو كذا بارامتر بعد كده هنتنينا نستخدم and وهكذا. فهنا طبعا عايزين نستخدم البارامتر اسمه body، ونقول مثلا هاي، هنكتب هنا هاي hy4academy، وبعدين نعمل سيمي كولون. لو عملنا سيف للجزء ده وبعدين برضو نفس الفكرة هنا عملنا كلوز للايميل ده، رجعنا هنا برضو عملنا ريفريش للويب سايت، وبعدين عملنا كليك، ففعلا هنا جت عندنا المسج اللي احنا لسه حطناها في ال HTML فايل السورس كود بتاعنا. انا شاكر جدا لمشاهدتكم الفيديو ده، واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.